جمال الحنصالي رئيس مجموعة إيم ديازن، أستاذ باحث في علوم التربية ورئيس مجموعة إيم ديازن كما أسلفت الذكر، ومهتم كثيرا بالشأن الثقافي الأمازيغي. أولا أود أن أقدم باقة ورد لجميع الساكنة ساكنة عين حرودة. قبل أن أعرج لأتحدث على مهرجان زناتا للبادية والتي تنظم هذا المهرجان جمعية إشراق زناتا بكل اقتدار وبكل تحدي وبكل إصرار على إنشاء هذا الحدث الفني، وكذلك نشكر السلطات المحلية بجميع أطيافها، لن أستثني أحدا، لأن ما شاهدناه اليوم وهذه الليلة شاهدنا مهرجان بمعنى الكلمة، جمهور على أحسن مستوى، منظمين، صحافة كذلك كانت حاضرة بقوة. هذا الشيء ينم على أن الطاقة هنا طاقة متجددة وطاقة شباب تستحق كل التشجيع والتقدير. مجموعة إيم ديازن طافت العديد من المهرجانات بالمملكة المغربية شرقا شمالا جنوبا. نحط الرحال في رقم 87 مهرجان بعين حرودة، كأننا سنبدأ من جديد، وكأن سنة 1989 لم تكن هي البداية الحقيقية لمجموعة إيم ديازن. هنا كانت البداية بهذا اللقاء الجميل الحميمي مع الجمهور وبهذا التنظيم المحكم بأكواب الشاي لن أنساها، بالعفوية التي شاهدناها، بالاستقبال الذي ينم فعلا على ثقافة المغاربة التي وهي متجدرة في عمق هذا التاريخ الذي نفتخر به. وبهذه المناسبة الغالية عيد الشباب، نقول جميعا عاش الوطن وعاش الملك، وعشنا كذلك خدام لهذا الوطن العزيز. تحية وإلى اللقاء. بالنسبة لك شي ألبوم فعلا جديد فيما يخص الأغنية الأمازيغية؟ فعلا الأغنية الأمازيغية الآن كما نعلم تعيش كذلك طفرة نوعية. هناك لم نعد نستهلك ما يسمى بالألبومات، ولكن هناك ما يسمى بسينجل أو أغنية الوحيدة، ومجموعة إيم ديازن كذلك ستمشي في هذا الركب، ولكن لن تتخلى عن مبدأها ألا وهو الكلمة الهادفة البعيدة عن الميوعة. لا نبحث عن الربح، لا نبحث عن الشهرة، ما نبحث عنه هو نترك لأجيالنا لحفدتنا باقة أغاني أمازيغية حرة بعمق الكلمة الرنانة. شي أغنية أمازيغية لخرج بيتها أغنية يعني كتوجد كنوجدوها للمتتبعين عبر الفان فيسبوك؟ فعلا الفيسبوك نحن كنوجدو كما قلت كنوجدو واحد الأغنية حصرية التي ستتحدث عن التحدي. شوف المناسبة كيف جات، هذا المهرجان سميته التحدي، وفعلا غادي تجي أغنية على التحدي وعلى إثبات الذات. شي كلمة باللغة الأمازيغية كتشكر فيها وسائل الإعلام والصحافة والسلطة المحلية؟ يبهر الطور غصاد أديتون حضرة، أديتون حضرة غمسكتين المهرجانات اللي باهر عزان تنمير كله مدية نفسنس أي يوس فد أتي الدورة إن شاء الله تسوتلت ينتس تليز قرن، ولين نرس نتمنى الاستمرار إن شاء الله، ديرين تسوتلين يضنا مراوت سيند مراوت إن شاء الله يغنغما غلعمر.